الساحرة الشريرة. أو مرحبا أودي، أنا على وشك الخضوع لاختبار يسمى كم أنت شجاع. إليكم الوضع الأول، أفعى سامة آتية باتجاهكم. لست خائفا. دب أشهب عملاق يهاجمكم. لست خائفا. أسد مفترس حر طليق. أنا لست خائفا من قطة تأكل أسدا. جيش من الوحوش والمستذئبين ومصاصي الدماء يهاجمكم. أنا لست خائفا أبدا، مطلقا، نهائيا. هاي غارفيلد، بنات أختي دروسيلا ومينيرفا سيزوروننا. أغلق النوافذ، علينا الذهاب إلى بلد آخر. يمكن للأفاعي والدببة والوحوش أن تأكلك فقط. هؤلاء هن بنات أخت جون، ألا تتذكرهن؟ الحلقة 17. لنلعب لعبة التنكر. نكره ذلك. لابد من أنهما وصلتا. علينا الاختباء أودي تحت سرير جون بسرعة. مرحبا عم جون، سعيد برؤيتكما مينيرفا ودروسيلا. لا، أنا مينيرفا. وأنا دروسيلا. نحن مينيرفا ودروسيلا، نريد اللعب مع القط الصغير. إنه ظريف جدا. أين هو؟ غارفيلد. لا تقلق أودي، حتى لو كان علينا البقاء هنا تحت السرير لبقية حياتنا فأنا مستعد. كنت أعلم بأن أقارب جون سيرجعون يوما ما، لذلك خزنت 25 صندوقا من معلبات اللازانيا. يمكنهما جعلنا نرتدي ملابس دمية مزخرفة كما فعلتا في المرة السابقة، لكنني مصمم لن أسمح لهما بأن تفعلا هذا بي مجددا. لا تفعل ذلك، اتصلوا بأي أحد. والجزء الأسوأ هو أنني لا أبدو جميلاً بهذا اللون. انتظر أيها الصغير، لدي فستان زفاف من أجلك لكي تجذب، سيكون جميلاً. اللعبة معك. ارجع، لدينا المزيد من الألبسة التنكرية. ارجع. أيها القط، أيها القط، ارجع أيها القط الصغير. نريد الباس. ليس جيداً. نريد الباس القط الصغير. نريد الباس. الركض بالكعب العالي صعب جداً. لا أصدق. ما هذا؟ القط الصغير يمكنه طيران، فلنلبسه كمضيفة طيران. أنت ممتلئ الجسم، كبير بما يكفي لتسعى في فرني. أنا آسف جدا سيدتي. هل هي ساحرة؟ هي تبدو كساحرة. ربما أنا كذلك وربما لا. ولكن أنت فتاة صغيرة رائعة. وأنت فتاة صغيرة رائعة. وأما أنت فلا. وأنت لست تماما ملكة جمال الكون يا سيدة. حسنا، لنترك السيدة تذهب إلى منزلها مع أغراضها، اتفقنا؟ أوه، شكرا لك. وربما يمكنكما زيارتي في وقت ما أيتها السيدتان الصغيرتان. تعاليا معي، سأقرأ لكما قصة. نريد سماع قصة عن ساحرة. أجل، نريد سماع قصة هانسل وغريتل. حسناً، قصة هانسل وغريتل. أودي، إياك أن تضحك على شكلي، إياك أن تسخر مني. جيد. معه حق. وهكذا تعقب هانسل وغريتل فتاة الخبز باتجاه منزل الساحرة. دعتهما الساحرة الشريرة إلى الداخل وقدمت لهما خبز الزنجبيل. لا تقف هكذا أودي، علينا الدفاع عن أنفسنا، فتلك القصة لن تدوم. سوف أتجسس لأكتشف ما الذي يخططه. حاولت الساحرة الشريرة أن تدفع هانسل وغريتل باتجاه الفرن، لكنهما كانا أسرع منها.
انسى أمر القلعة، فهي لن تبقيهما خارجاً. أنا لدي فكرة أفضل. سأذهب إلى السوق لأحضر العشاء لضيوفنا، لذا راقب دروسيلا ومينيرفا أثناء غيابي، فأنا أعتمد عليك. قمت بهذا الخطأ من قبل. حانت ساعة الحقيقة أيها الجرو، فلنتصرف. أيها القط، لدينا فستان جميل من أجلك. انظري دروسيلا، أنت دروسيلا، أنا مينيرفا. ها أنت محقة، لا أميز بيننا. هذه حلوة. لذيذة. فتاة الخبز كما في تلك القصة. سنقودهما إلى منزل السيدة كالدرن. لقد أتيتما لزيارتي. هذا لطف منكما. تعاليا لنشرب الشاي. أنا أحب الشاي، أريد شراب الكاكاو ساخن. ادخلا، هناك الكثير لكي نتحدث عنه. سيشغلهما هذا بينما أقوم بأمر مهم جدا. بالطبع قيلولة. ما مسكينة السيدة كالدرن، يا لها من امرأة غريبة، تنكرت دائما بزي ساحرة شريرة. هاي، ماذا لو كانت فعلا كذلك؟ لا، لا يوجد شيء كهذا. أريد أن أنهب. يا لهذه الفقاعات الخضراء، علي فقط إضافة عين حيوان السمندل، 3 أونصات من أظافر الغراب الأسود. والمكون الأخير، فتاتان صغيرتان. النجدة أيتها العجوز الشريرة، لم استطعت القيام بذلك لو أن غارفيلد هنا. حسناً، صديقكما غارفيلد ليس هنا، وحتى وإن كان هنا فهو سيعجز عن مساعدتكما لأنه كسول. النجدة غارفيلد، أين أنت؟ أنقذي غارفيلد، ساعدنا. إنها ساحرة شريرة، إنها ساحرة شريرة، وهي ستفعل أموراً شريرة بالفتاتين. علي إنقاذهما. لحظة، هل علي ذلك؟ أظن أنه علي ذلك. أردنا أنجد يا غارفيلد. إنها النهاية، وداعا دروسيلا. لطالما قلت لك أنت يا دروسيلا، ظننت بأنني مينيرفا. هذا لا يهم أبدا، كلتكما من مكونات طعامي. اتركي هاتين الفتاتين. هل أجيد حقاً الدخول بشكل مميز أم ماذا؟ أوه، هذا ممتاز، لدي وصفة من أجل عمزة. ومن أين تظنين بأنك ستحصلين على عنزة في هذا الوقت؟ بالطبع، بالطريقة السهلة. هل فكرت يوماً باستبدال هذا الشيء بمكنسة كهربائية؟ لك هبوطاً موفقاً.
غارفيلد! غارفيلد! ماذا حدث؟ أين أنا؟ غارفيلد، أين دروسيلا ومينيرفا؟ الساحرة الشريرة تضعهما في طبق كبير، علي إنقاذهما. دروسيلا، مينيرفا، لا تقلقا، غارفيلد آت لإنقاذكما. لا تضعيهما في وصفتك سيدة كالدرن. لا. مرحبا أيها القط، هل أتيت للانضمام إلينا؟ نحن نشرب الشاي مع السيدة كالدرن ونتعلم أشياء مهمة جدا. كنتن تعلمن بأنني كنت أحلم، لما لم تخبرنني؟ شكرا على هذا الحديث الشيق يا سيدة كالدرن، وعلى الأشياء التي علمتنا إياها. تعاليا لزيارة متى شئتما يا عزيزتي. شكرا لأنك أتيت لاصطحابنا، لقد أقنعتنا السيدة بأنه لا ينبغي علينا جعلك تتنكر بزي أبدا. صحيح، أظن بأن كل الأمور تحولت إلى الأفضل في النهاية. سيكون عنزة رائعة، هيا بنا نتصرف إذن. هيا. لن أتناول اللازانيا على العشاء الليلة، أظن لسبب ما. أتوق لعلب الصفيح. العطسة الكبيرة. كم أحب هذه الأيام حين تتفتح الزهور وتكون أوراق الأشجار خضراء، مع أنها ليست اصطناعية. هذا يعتبر فيه الطبيعة كلوحة فنية معلقة في متحف. يوم لا شيء يمكنه أن يزحزحني فيه عن سلام وسكينة سرير الأزهار هذا. غارفيلد، الغداء جاهز. يوم أترك فيه الأزهار لأن الغداء جاهز. مرحبا أودي، ما الجديد؟ أخبرني لاحقا. لقد حضرت لكما. بسرعة، بالعرض البطيء. شكرا أودي. لا أعلم ما الذي يجري، فأنا عطس طوال الوقت مؤخرا. المزيد من فضلك. لا، ليس طوال الوقت، عندما أكون بقربك فقط. أنا؟ هل عندي حساسية على الهررة؟ لا أبداً، تظهر الفحوصات بأنك لا تعاني من الحساسية تجاه فرو القطط. لكنني أعطس كلما كان غارفيلد في الجوار، وأنا لا أعطس الآن، هل أنت متأكد من ذلك؟ أنت تعاني من الحساسية تجاه بعض الأمور فقط، الظباء، الأزهار الصفراء، والهليون المشوي، وليس القطط. لما أنا أعطس قرب غارفيلد؟ هناك احتمال واحد، على التلفاز برنامج يتحدث عن الموضوع، عليك مشاهدته. أحياناً لا يكون العطس نتيجة للزكام أو الحساسية، إن الغضب المكبوت قد يكون سبباً لذلك. الغضب؟ لكنني لست غاضباً من غارفيلد. حسناً، ليس طوال الوقت. إن الغضب المكبوت هو الغضب الذي لا تظهرونه، حتى أنكم أحياناً تخبئونه عن أنفسكم ولا تعلمون بأنه يوجد في داخلكم، لكن عليه الخروج، ويخرج أحياناً عن طريق العطس. هذا سخيف جداً. إن كنتم تعانون من هذه الحالة فعليكم إما التعامل مع الغضب أو التخلص من كل ما يجعلكم غاضبين. لنتناول العشاء، لقد قمت بتحضير الديك الرومي المشوي. يا لهذا الطبيب، فأنا لست غاضبة من غارفيلد، وهو ليس ما يجعلني أعطس. غارفيلد، هل تناولت الديك الرومي بأكمله؟ هل تناولت البطاطس المهروسة والحشوة والذرة أيضاً؟ ماذا، ألا تخجل من نفسك؟ ألم تترك لنا شيئاً أيها الجاشع؟ هيا، تمنى أمنية، أتمنى الحصول على ديك رومي آخر. حصلت على أمنيتي. لا يعقل أنني أعاني من الحساسية ضد غارفيلد، لابد من وجود علاج ما.
أقوم بالبحث عبر الإنترنت أودي. تذكر، كل ما تقرأه على الإنترنت فهو صحيح. هناك موقع يقول إن الثوم يمكنه علاج العطس. أوه، أحتاج إلى ثوم. اثنتا عشر حبة من الثوم ستوقف عطسي. لن يقترب أحد مني لمدة شهر، لكن ذلك سيوقف عطسي. أوه، علي تجربة شيء آخر. هناك أحد يقول بأن الحمام الساخن يمكنه علاج العطس. يبدو أن ذلك ينجح. هذا غريب، دخلت لكي أفتح الماء فوجدت الحوض مليئاً، لذا جلست فيه. ماذا تفعل في حوض المليء بالسلاطعين؟ يلزمه ملح أكثر وجان أقل. المصباح الحراري سيوقف العطس حتماً. هذا رائع. لا تتحرك، سأضيف الزبدة الذائبة. هذا يكفي. سأذهب غدا صباحا لرؤية ذلك الطبيب الذي ظهر على التلفاز. كما قلت في برنامجي يا سيد أرباكل، فإن الغضب قد يسبب العطس. ما الذي يقوم به قطك؟ حسناً، إنه ينام. ماذا أيضاً؟ ويأكل. أجل، ماذا أيضاً؟ هذا كل شيء. هذا كل شيء؟ حسناً، يقوم أحياناً بتعذيب الجرو أودي أو ساعي البريد. أخبرني، كيف يقوم بتعذيب الجرو؟ بشتى الطرق. في الأسبوع الماضي مثلاً حصل على علبة من مزيج الجيلاتين ثم ارتكبها في وعاء الماء الخاص بأوضة. فهمت. هل كنت غاضباً منه لأنه فعل ذلك؟ غاضب؟ حسناً، قليلاً ربما، ولكن لا، أنا لا أغضب من غارفيلد. حسناً، قلت بأنه فعل شيئاً بساع البريد؟ أجل، بالتأكيد، كل يوم. كل يوم غارفيلد ينتظره. وفي ذلك اليوم أخذ المكنسة الكهربائية. هل جعلك ذلك تغضب من القط يا سيد أرباكل؟ كن صادقاً معي. أجل، أنا... لا، فأنا لا أسمح لشيء بإزعاجي، لكنني كدت أغضب. كان ذلك منذ 3 أسابيع، أعلم ذلك. أنت تفكر بأن عربة البوظة ستمر في أي دقيقة. اسمع، الجواب هو لا، لام ألف لا. لا أرغب في التوجه إلى الرصيف. يبدو بأن عربة المثلجات تقترب كثيراً. هل لي ببعض المال لشراء المثلجات؟ حسناً، أصبح واضحاً لدي ما الذي يجعلك تعطس. لا يمكنك الاعتراف بأنك غاضب من القط. أنا غاضب من هري. لم أشأ قول تلك الكلمات، لكنك محق تماماً. أنا غاضب من هري. أنا غاضب جداً من هري. قل الكلمات يا أرباكل. أنا غاضب من هري. عليك أن تعترف أمام العالم أجمع. أنا غاضب من هري. أعلى أرباكل. أنا غاضب من هري. من يقوم بهذا الصراخ؟ شخص ما غاضب من هري. هل هو غاضب من قطه حقاً؟ يبدو أنه غاضب حقاً من هري. أنا غاضب من هري. لابد وأنه السيد أرباكل.
إنه صاحب الهر الذي يأكل كل اللازانيا. لقد نجحت أخيراً، لقد واجهت غضبي فعلاً، اعترفت أخيراً بأني غاضب من هري. لقد أحسنت يا بني، عليك الآن أن تفعل أمراً واحداً بعد وستتخلص من مشكلة العطس للأبد. أنا جاهز، ما هو؟ حسناً، عليك الآن التخلص من القط. بالطبع، سأتخلص من هري ولن أعاني من العطس مجدداً. وأتخلص من هري؟ أتخلص من غارفيلد؟ بالطبع، فهو يجعلك تعطس، وكما قلت فأنت غاضب منه. مهلاً، أنا لا أستطيع التخلص من غارفيلد، هذا بمثابة التخلص من يد اليمنى. فكر بالأمر أرباكل، إن لم تتحلى بالشجاعة للتخلص من القط هل تعلم ما سيقوله لك الناس؟ أجل، سيعلقون على عطسي طوال الوقت. شكراً جزيلاً لك. يا له من رجل غريب، لست أفهم لماذا يرفض علاج مشكلته. هل ذهب المريض؟ هذا جيد، إنها ذكرى زواجنا كما تعلم، عليك أن تأخذني إلى منزل أمي. أجل عزيزتي. لقد وصل جان. أودي، تسببت مؤخرا بأوقات عصيبة جدا لجان. أجل، تصيبني نوبة صحوة ضمير مرة في السنة. سوف أقدم له هدية اعتذار. غارفيلد، لقد تبين لي أن سبب عطسي هو غضبي منك، لذا فقد قررت أمرا ما، مهما فعلت في هذا المنزل فأنا لن أغضب منك مجددا. قلت مهما فعلت؟ واو، حسنا. لدي شيء من أجلك. أوه، قطفت لي بعض الزهور؟ هذا لطف منك غارفيلد، لديك أنواع عديدة منها، لديك البابونج والنرجس والأزهار الصفراء و... أجل، الأزهار الصفراء؟ أجل، الأزهار الصفراء كانت تنمو في الخارج مؤخراً. وأنا كنت أحب النوم عليها والتدحرج فيها. كنت تتدحرج في الأزهار الصفراء؟ وهي الأزهار التي سببت لي الحساسية؟ إنها من جعلني أعطس. مررت بجميع أنواع العلاجات تلك وذهبت لرؤية الطبيب وكل هذا بسببك أنت. أنا غاضب منك يا غارفيلد. لو مهما فعلت أنا لن أغضب منك، هذا لم يدم طويلا. أنا غاضب من هري. أنا غاضب من هري. من مسكين، يبدو أنه مصاب بالزكام أو يعاني من الحساسية تجاه الأزهار الصفراء. أنا غاضب من هري. أنا غاضب من هري. ضيف من بعيد. إنني أسرع، إنني أسرع، أطهو بسرعة كبيرة جداً، مهما أطعمته يبقى جائعاً. رغيف لحم، يجب أن أحضر رغيف لحم آخر. ستة أرغفة لحم والبطاطا المقلية رفيعة وليست سميكة. ظننتم أنني أنا هو من يقدم له هذا الطعام. كنت أتمنى ذلك، لقد أخذوا مني منصبي. أخذوا تعبير مهذب، يعني سرقوا. أتعلمون من سرقه؟ هذا الرجل، إيدي غورمند، ناقد المطاعم الشهير. لابد تذكرونه، قدم 6 حلقات الموسم الماضي. أتعلمون؟ توقف عن تقديم برنامجه. حسناً، سأخبركم من البداية. بدأت القصة في أحد برامج التلفزيونية المفضل. في مطعم بوتشال الإيطالي يعتمدون طريقة جديدة لصنع اللازانيا. لا تحتاج اللازانيا إلى تحسين، كانت ممتازة. يقدمون ريغاتوني بولونيز الشهية. أوه، والكانيلوني المحشوة بجبنة الموتزاريلا. ساعة من الأطعمة الدسمة ليلياً، من لا يشاهد برنامجاً كهذا؟ قد لا تصدقون من، لكنه مدير المحطة التلفزيونية. هذه الأطعمة لذيذة بشكل قاتل. أجل، بالطبع، كل الوحدات الحرارية، كل الكوليسترول. بعد عرض الحلقة تلقى إيدي الخبر السيء. لكن لماذا؟ سيدي مدير المحطة، لماذا؟ لأنه لا يجب أن يأكل الناس الأطعمة الدسمة التي تشجع عليها، يجب أن يأكلوا ما تناوله، الدجاج النباتي المصنوع من حبوب الصويا، الأرز الأسمر والملفوف العضوي مع لبن الماعز. أيمكنني طرح سؤال بسيط؟ هذه تعد أطعمة؟
بالطبع إنها أطعمة، أطعمة جيدة وصحية، نوع الأطعمة التي يقول لك جسدك بفضلها شكراً لأنك تعتني بي. هذا ممكن لو أضفت إليها الجبنة الذائبة وقليتها. جورمند، هل تعرف كيف سيبدو الأشخاص حين يتناولون الطعام الذي توصي به أنت؟ لا، كيف؟ هكذا. استبدل إيدي جورمند. البرنامج الذي يعرض في هذا الوقت العشاء الرائع مع إيدي جورمند لن يعرض مجدداً. سنقدم لكم البرنامج الجديد المناسب لكم. مساء الخير. الليلة سأكلمكم عن فوائد أكل التوفو. ليس له فوائد. وهكذا طرد. لم يتقبل المسألة. استمر ذلك لأيام. تفضل سيد جورمند، بيتزا فيتو ساخنة ومميزة لك، لك وحدك. شكرا فيتو. إنها أشهى بيتزا على الإطلاق. إذن هل تذكر فيتو بيتزاريا في برنامجك؟ برنامجي. برنامجي. أخيرا ذهب إيدي إلى حيث يذهب كل ذوي المشاعر الجياشة. جلس ورائي في السينما. بعدما أفسد الفيلم وسقطت دموعه في علبة الفشار اعتذر. أنا على هذه الحال منذ أن فقدت برنامجي سيد أرباكل. أتشعر بالحزن لأجله؟ نعم، أنا أيضا آمل ألا يرتكب جون حماقة ويدعوه إلى العشاء. إيدي، لما لا تزورنا الليلة وتتعشى معنا؟ شكرا، سيكون هذا رائعا جدا سيد أرباكل. ممتاز، سأحضر وصفتي الخاصة رغيف اللحم. هاي، ألا يواجه المسكين ما يكفي من المشاكل؟ تلك الليلة اكتشف جون لما لا يجب أن يدعى ناقد طعام إلى المنزل. رائع، تبدو كل الأطعمة لذيذة جدا سيد أرباكل. يبدو رغيف اللحم شهيا للأكل. سأتناول بعضا من هذه وهذه وهذه وكل هذه. إنها لذيذة جدا. أودي، هل حصلت على الطعام؟ ولا أنا. هيا بنا. سبب آخر لعدم دعوة ناقد طعام إلى العشاء، تقييم ما يأكله. أمنح رغيف اللحم نجمتين. تحتاج البطاطا المهروسة إلى الزبدة لتحصل على نجمة، وأربع نجوم للمرقة. أنا مسرور لاستمتاعك بالمرقة. كان باستطاعتك وضع المزيد من الطحين، ولكن من رمى قشرة الموز في الممر؟ سيد جورمند، هل أنت بخير؟ لا، أحضر لي الطبيب. سأتصل بالطبيب. وطبق المعكرونة والقرايدس. سأتصل بمطعم صيني. وبيتزا فطر كبيرة مغطاة بالبيبروني. سأتصل بفيتو. وصل الطبيب قبل طبق المعكرونة والقرايدس والبيتزا. من الأفضل أن يبقى هنا حتى تتعافى قدمه. ما المدة برأيك أيها الطبيب؟ بضعة أشهر فقط. إلى اللقاء. بضعة أشهر؟ سيد جورمند، ألا يستحسن أن ترتاح في منزلك أو في المستشفى؟ إما أن تعتني بي أرباكل أو أقاضيك لتعوضني بكل ما تملكه باستثناء الهب. والآن أحضر لي شطيرة جبنة محمصة. شطيرة جبنة محمصة؟ مع رقائق البطاطا المتموجة. رقائق البطاطا المتموجة؟ حسناً. وأريد الكبيس. هكذا بدأت الأمور، ثم ازدادت سوءاً.
مرحبا. أرباكل، إن على الخامسة إلا دقيقتين صباحا وننتظر الفطور. العصير، المزيد من العصير، وإن لم يكن متوفرا اذهب وابتعه لي. أريد البيض المقلي والمغلي والمخفوق والمطلي بتصاميم رائعة. لا يوجد طعام لي. باختصار بدأ إيدي يذكرني بذاك المخلوق الجشع المتهور والكسول. ما كان اسمه؟ صحيح، أنا. لتحضير كعكة شوكولاتة صحية لا تستخدم الشوكولاتة، سنستخدم بذور الخميرة والجرانولا. أطفئه الآن، أطفئه. آسف سيد غورمند، تستاء لرؤية البرنامج الذي استبدل ببرنامجك؟ أجل، بالأخص رؤية الأطعمة الصحية المقرفة. لا أتحمل الأطعمة. خطرت فكرة في ذهن الهر. الحلقة رائعة اليوم، هذه هي التقييمات. ماذا؟ لدي 3 تقييمات فقط؟ لديك 3 مشاهدين. رغم أنني أكره ذلك، علي إعادة إيدي غورمند. أرباكل! 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 أريد العشاء! أحضر لي العشاء وإلا سأقاضي. آسف سيد غورمند، تفضل. ما هذا؟ إنها فطيرة دجاج صناعية مصنوعة من دون دجاج مع طحينة الأرض شوكي وعشب القمح المعدل. حين أطلب العشاء يجب أن يكون طعاماً مخصصاً لي. إنه طعام، إنه جزء من برنامج العيش الصحي الجديد. هيا بنا يا صديقي. 1 2 1 2 1 2. يمكنكم أن تلاحظوا كم أنا يائس للتخلص من إيدي. أقوم بذلك. إيدي، ستبدأ بـ100 تمرين بطن. لن تفعل شيئاً كهذا، وإن لم تحضر لي العشاء الآن سأحضره أنا. ما من طعام! مهلاً، ثمة صنف واحد لأتناوله. إنه رغيف اللحم النباتي. هذا 2 3 4 2 3 4. جاهز لنزهة 50 ميلا؟ لا لا، لم أعد أحتمل البقاء في هذا المنزل. نعم، عثرت على المنزل. ترك العنوان في بريده الصوتي في حال أراد أحدهم تقديم البوريتو. نعم، علي إقناعه بالعودة. سيدي مدير المحطة؟ إيدي، أريدك أن تعود إلى وظيفتك القديمة. يجب أن أخرج من هنا. يعني ذلك أنك لن تعود إلى المحطة؟ لا 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 لا، سأعود إلى التصوير غدا، ولكن لدي حاجة طارئة إلى الأكل حاليا. غارفيلد، كانت فكرتك رائعة جدا. الأفكار رائعة على الدوام حين أبتكرها. لنحتفل إذن، سأحضر كل أطباقك المفضلة غارفيلد. سيد أرباكل، آسف لأنه تسبب بمتاعب كثيرة. لا بأس، سيدي مدير المحطة. لا تقلها. أتريد الانضمام إلينا على العشاء؟ قد فعلها. شكرا، لكن لا أكل هذه الأطعمة. أتعرف ما عدد السعرات الحرارية في الشريحة والدهون؟ رائحتها مغرية. لن تضرني أبداً لقمة واحدة. هل تعرف ما مفعول الكوليسترول والمشروبات الغازية؟ أنا أشرب فقط. هي، إنه لذيذ. أرباكل، قدم لي العسل. على الفور. سأجرب البطاطا المقلية، أريد الكاتشب. على الفور. أنا لا أرى صلصة الستيك. صلصة ستيك، سأحضرها. الحادثة السابقة تتكرر من جديد. يبدو أننا لن نحصل على أي طعام في الأيام المقبلة. الفطائر المحشوة بالجبنة، أريدها كما كانت تحضرها أمي. سأحضر أمك. وفطيرة قشطة الشوكولاتة للتحلية. أظرف من نورما. أرسله إلى القطب الشمالي ولا تعامل الطرد برفق. المعذرة.
غارفيلد، كم مرة علي أن أخبرك؟ لا يمكنك إرسال نورمال بالبريد. هو لا يتسع في آلة الفاكس. إضافة إلى ذلك، نورمال في غاية الظرافة. في الواقع، نورمال هو أظرف كائن رأيته على هذا الكوكب. وأنا مسرور جداً لأنه سيقضي معنا الشهر بأكمله. هيا واجه الأمر يا غارفيلد، ففي أرض الواقع أنا أمثل قمة الظرف، والأظرف هو الذي يحكم. أنا مضطر للبقاء ومشاهدة هذا. أما أنتم فلما تشاهدون الحلقة التي يظهر فيها؟ يعمل الأطباء نهاراً وليلاً لاكتشاف علاجات للأمراض الرهيبة. متى سيكتشف أحدهم علاجاً لنورمال؟ في الواقع، نورمال هو أظرف كائن رأيته على هذا الكوكب. وأنا مسرور جداً لأنه سيقضي معنا الشهر بأكمله. هل تقوم بمراقبة عدونا المفزع القط البرتقالي؟ أجل، أعتقد أننا سنجد نقطة ضعفه قريباً. يبدو أنه يكره ذلك الظريف كثيراً. علينا إيجاد نقطة ضعفه. إن قدرته على إبادة شعبنا هي التي حالت دون سيطرتنا على كوكبه. السر يكمن في الشيء الذي رصدته أجهزة مراقبتنا. في الواقع، نورمال هو أظرف كائن رأيته على هذا الكوكب. يملك نورمال تأثيراً رهيباً على هذا البرتقالي. هذا هو المفتاح. أدخل سبوموني. هل طلبتني أيها الجنرال؟ أجل، حان الوقت لتشغيل جهاز التحويل الذي صممه علماؤنا. هيا أدخل الآن إلى الجهاز. سوف يتحول إلى نسخة أكثر ظرافة من نورمال، وسيتمكن من التسلل إلى منزل هذا البرتقالي. إنه لشرف لي أن أذهب في هذه المهمة، وأنا مستعد لأفعل أي شيء من أجل كسب المعلومات التي ستمكن كوكب الحبيب من غزو الأرض. رائع، هكذا سوف يكتشف كيف يمكنه هزم البرتقالي. يمكنني استخدام هذا الجهاز لأرسله إلى الأرض ومن ثم إعادته إلى هنا مجدداً. المخلوط البرتقالي الكبير. من قد يكون هذا؟ فأنا لا أتوقع أحداً. مياو 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 مياو. أوه، يا لك من قط ظريف ومسكين، تبدو متروكاً وجائعاً. لا تقلق، سأطعمك، تعال إلي. يا لك من قط ظريف. ماذا؟ قط ظريف آخر؟ ألا يكفيني وجود نورمال هنا؟ أعلم بأنك لا تحب ذلك، لكنه ظريف جداً. في الواقع، إنه أظرف من نورمال. وما حاجتنا إلى ظريف آخر مقرف؟ أظرف من نورمال؟ سيكون هذا لنقل مثيراً للاهتمام. تبدو واثقاً جداً من نفسك يا نورمال. ولماذا لا أكون كذلك؟ ففي النهاية أنا أظرف قط في العالم. تعرف إلى ضيفنا الجديد. هيا ذكرني، ما كان اسمك؟ سبوموني. أتظن أن هذا القط أظرف مني؟
غير ممكن. أني إنه ظريف وأنا ظريف. هذا هو رأي جون بالتأكيد. هذه كرة صغيرة ليلعب بها صديقنا الظريف. هذا رائع جداً. علي الاتصال بلاز. محاولة جيدة يا صديقي. سوف أريك الآن كيف يكون الظرف. عليك رؤيته يا لاز، إنه أظرف قط على الإطلاق. نورمال، ألم تصبح كبيراً على هذه التصرفات؟ لا، لا يمكنني إحضاره الآن لاز. أعتقد أن العمة آيفي ستأتي لزيارتنا. العمة آيفي؟ أرى أن هذا المكان المهمل لم يتغير أبداً. ما زال هناك ذلك الهيرو البتين وهذا الكلب الهجين. أنا لا أعلم من هذا، لكنه لا يعجبني أيضاً. وهذا الصغير، إنه... إنه رائع. أنت أعذب وأظرف وأروع هر في العالم، أليس كذلك؟ حتى العمة آيفي معجبتهم به، مع أن لا أحد يعجبها. المعذرة، أنا غريب هنا، لكنني كنت مراً وقد انتابني شعور غريب بأنه لديكم أظرف قط في العالم، وأعتقد أنني محق في ذلك. هل سمعت أحداً يتحدث عن أظرف هر في العالم؟ أنا ألا ترون ظرفي؟ ما بكم؟ تنحوا جانباً. أظرف قط سابقاً، أريد رؤية البطل الجديد. من الصعب تقبل الحقيقة. حسناً، كم استمتعت بحب الناس لما كنت الأظرف. إنه ظريف جداً، إنه رائع، كم أحبه، إنه رائع. إنه رائع، ظريف جداً. اعذروني للحظة أيها المعجبون. كلا أيها القائد، لم أجد نقطة ضعف المخلوق البرتقالي بعد، ولن أجدها. ماذا تعني أنك لن تجدها؟ يعتقد هؤلاء الناس أنني رائع. ولكن سبوموني، أنت أشرس محارب لدي. أجل، ولكن طوال حياتي أردت أن أكون ظريفاً. هم يحبونني وأنا لن أخونهم. وداعا. سبوموني، هذه إهانة كبيرة. أنت لست قطا ظريفا. صحيح، هذا هو شكلي الحقيقي. لكنني أفضل الظهور بهذا الشكل. لا أدري، بالنسبة إلي بدوت أظرف عندما كنت اللازانيا. استخدم أشعة الجهاز وأرجعه إلى هنا في الحال. حاضر أيها القائد. أرجوك لا تفضح أمري أو تأكلني. أيها القائد، لقد تمت عملية استرجاع سبوموني. أنت في مشكلة كبيرة يا سبوموني. نحن في مشكلة كبيرة. إنه عدونا المفزع. اهربوا، الوحش موجود في وسطنا. هيا اهربوا. لن أتمكن من العودة إلى المنزل. أتمنى بحياتنا. مهلاً، أرجوك لا تفترسنا. إن لم أفعل، هل سترسلونني إلى منزلي من دون إزعاجي؟ كل شيء، كل ما تريده، أرجوك. حسناً، حصلت على صفقة صديقي.
لقد ذهب الجميع يا غارفيلد. اختفى ذلك القط الظريف هو أيضاً. ألديك أدنى فكرة عن مكانه؟ لا. هل هذا صحيح؟ هل رحال؟ ذهب إلى مكان أفضل. إذن هذا يعني أنني رقم واحد مجدداً. أجل، أضرب قط في العالم بأسرع. أجل، ونحن سعداء من أجلك. أجل، لن تعرف ماذا يعني ذلك يا غارفيلد، أن يحبك الجميع ويقدرك أيضاً. إنه أروع شعور تشعر به يا عزيزي. أفهم قصدك نيرمان، أنا أفهم قصدك جيداً. سيكون للأمر تتمة، وسوف نحصل على انتقامنا. سباق البيتزا الرائع. ملابسي أصبحت قصيرة جدا. أين مسجل الصوت؟ اشتري ثيابا جديدة. لا تهتم بالملابس، أطعم هرك المحبوب. لا وقت لأحضر عشاءك، سأطلب لك الطعام، ماذا تريد؟ كيف حصلت على كل لوائح الطعام هذه؟ أريد تورتية بالعجل من المطعم المكسيكي، وطبق الدجاج والخضار والضلوع من الصيني، والبسطرمة وسلطة البطاطا. ستحصل على وجبة واحدة من مطعم واحد. واحد؟ يريد أن أتدور جوعاً، لن أصمد هكذا. وجبة واحدة من مطعم واحد، هذا ما أتحمل كلفته. والآن اختر بسرعة. أنت قاسٍ جداً جون أرباكل. عشاء واحد، هذا تصرف همجي. لا تشتت انتباهي أودي، سأتخذ قراراً هاماً جداً في حياتي. شطيرة اللحم والجبنة، الفلافل، الأسكالوب. مهما اخترت لن أحصل على طعام كاف. ألا تحبون البيتزا الشهية الساخنة؟ مرحباً، أنا فيتو، مالك فيتو بيتزيريا. أطلب البيتزا الرئيسية لتسلم إلى منزلكم الليلة. سأحصل على بيتزا واحدة فقط. التسليم سريع ولدينا عرض، إن لم تصلكم البيتزا بعشرين دقيقة تصبح مجانية. مجانية؟ صحيح، مجانية. لدي فكرة، اتصلوا بهذا الرقم فورا. بيتزا بيبيروني وفق الطلب. مطعم فيتو بيتزيريا، أنا فيتو. مرحبا فيتو، أنا جون أرباكل. هلا ترسل بيتزا بيبيروني وتسجلها على البطاقة الائتمانية؟ فورا سيد أرباكل. ستصل البيتزا قريبا، آسف على إحضار وجبة واحدة. سوف نرى ذلك. بيتزا فيتو، ترى هل تحب ليز الطعام الإيطالي؟ ليس الآن أودي، لدي عمل. ماذا يحدث هنا؟ تسعة عشرة دقيقة وأربعون ثانية، والآن واحد وأربعون ثانية. آسف، عشرون دقيقة وثماني ثوان، البيتزا مجانية. ها
أتريد بعضا منها؟ لا تخف أودي، سيصل المزيد والمزيد منها. لنرى. إعادة تشغيل. فيتو بيتزيريا، أنا فيتو. مرحبا فيتو، أنا جون أرباكل. هل ترسل بيتزا بيبيروني وتسجلها على البطاقة الائتمانية؟ حسنا فورا سيد أرباكل. لنرى في أي منزل توجد كلاب الشيواوا. هذا أي أيتها الكلاب، اشتمي علبة البيتزا. حسناً، سأسلك الطريق الخلفي لتجنب الممر الرهيب. وصلت قبل بضع دقائق. أين هو عامل تسليم البيتزا؟ أوه، آمل أن يصل باكراً. وصلت متأخراً. يجب أن يكون فيتو قد عاد الآن إلى المطعم. فيتو بيتزاريا، أنا فيتو. على الأرجح اشتري ملابس جديدة. مرحبا فيتو، أنا جون أرباكل. هل ترسل بيتزا بيبيروني وتسجلها على البطاقة الائتمانية؟ فورا فورا سيد أرباكل. منعطف، لكن رغم المنعطف سأسلم البيتزا بأقل من 20 دقيقة. مرحبا فيتو، أنا جون أرباكل. هل ترسل بيتزا بيبيروني؟ سأسلم البيتزا في الوقت المحدد. أو ربما لا. 27 دقيقة و9 ثوان. لقد تأخرت كثيرا. يا للحظ السيء، لا أعرف إن كان سيزداد الوضع سوءا. لا. مرحبا فيتو، أنا جون أرباكل. هل ترسل بيتزا بيبيروني وتسجلها على البطاقة الائتمانية؟ لا. بيتزا بيبيروني وتسجلها على البطاقة الائتمانية؟ فيتو، أيمكن الحصول على عواد خبز إضافية؟ طبعاً سيد أرباكل، لقد كنت بارعاً في تسليم البيتزا، ماذا يصيبني؟
فيتو بيتزاريا، أنا فيتو. مرحبا فيتو، أنا جون أرباكل. هل ترسل بيتزا بيبروني وتسجلها على البطاقة الائتمانية؟ أعرف أعرف، بيتزا بيبروني، أسجلها على بطاقتك. حسنا فورا سيد أرباكل. أرجوك فيتو لا تنسى أعواد الخبز. فورا سيد أرباكل، علي تحضير بيتزا لتسليمها للسيد أرباكل. مهلا مهلا، كيف يطلب السيد أرباكل بيتزا من المنزل حين؟ هل ترسل بيتزا بيبروني وتسجلها على البطاقة الائتمانية؟ هل ترسل بيتزا بيبروني وتسجلها على البطاقة الائتمانية؟ هل يمكنني تعديله ليقول النقانق والفطر؟ لقد سئمت من البيبروني. 42 دقيقة؟ لا يبذل جهداً. استغرق وقتاً ليعبر الرمال المتحركة. آسف فيتو، بيتزا مجانية أخرى. لمتى علي أن أغسل كل هذه الصحون؟ غارفيلد، لا تعد إلى المنزل حتى تسدد ثمن البيتزا لفيتو. كان علي أن أطلب الطعام الصيني. غارفيلد، لا تعد إلى المنزل حتى تسدد ثمن البيتزا لفيتو. سرقة المنزل. ربما يجب علي استخدام الجرس الأكبر. أنا آسف لأنني تأخرت 30 ثانية. الفلفل؟ لا أصدق أن علي أن أفعل ذلك. غارفيلد في وضع ممتاز، منزل كبير وسرير مريح ورجل يعتني به، وأين أعيش أنا؟ في سلة النفايات، والأسوأ فإنها تطل على منزله وهي قريبة لأشم رائحة اللازانيا. هذا ليس عدلا، علي القيام بشيء ما لحل هذه المشكلة. سأتحقق من القائمة قبل المغادرة في الرحلة. توضيب الحقيبة؟ أنجز. إيقاف تسليم البريد؟ أنجز. طعام لأودي؟ أنجز. طعام لغارفيلد؟ أنجز. 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 وأنجز. أراكما غدا مساء. في طريق العودة أحضر لازانيا من الميكروويف، نحن سنخرج. تذكرا جيدا لا تفتح الباب لأحد. نحن لن ندعك تدخل قبل أن تحضر اللازانيا من الميكروويف. أوه، ها قد رحل الآن. أيا تكن ارحل حالا، مهما كان الغرض لا نريده. ماذا لو يسلم فيتو البيتزا؟ لم يطلب أحد منا البيتزا، لكن من يدري؟ نطلب الكثير منها. أنا أعرف، طلب جون ألا نفتح الباب لأحد، ربما يسلمون البيتزا. نعم. أنت تعرف من أكون. طبعاً، أنت برونو الهر الذي يعيش في سلة المهملات، أراك من نافذة غرفة الطعام. كلا، أصبحت الهر الذي يعيش هنا الآن. ما هي الفكرة الهامة؟ الفكرة الهامة هي أنني أعيش هنا بينما أنت تعيش هناك. أنا أكره عندما يكون جان محقاً. لن أقلق أبداً، أودي في الداخل، سيهزم أودي ذلك المزعج ويعيدني إلى الداخل.
نعم، عرفت أن هذا سيحدث. لنجرب الطريق الخلفي. أسرع أودي، أسرع قبل أن يسد باب الكلب. طبعاً علي إجراء تعديلات على منزلي الجديد الآن. لا لا هذا ملك لي، كله ملك لي. صديقي أودي، فكرت كثيرا وقررت خطوتنا التالية. سنعيش في سلة المهملات القديمة. نعم، سنعيش في سلة المهملات القديمة. هذا رائع جدا، عندما يعود هذا البشري سأطرده أيضا. هاي، انظر إلى هنا. هاي، ما الذي يفعله في سلة المهملات خاصتي؟ سوف يصلح منزلي القديم ويسكن فيه. من يأبى؟ لا أودي، هذه ليست سجادة لغرفة الجلوس، سنضعها في الجحر، تتناسب مع الستائر الجديدة. ما من غرفة جلوس هناك وما من جحر، إنها سلة مهملات فقط. قمر صناعي؟ سنوصل قمرا صناعيا بشاشة البلازما في غرفة الألعاب. ليدخل الجميع، مياه المسبح تتمتع بثمانين درجة حرارية. لا يملك مسبحا هناك. من يدخل أخيرا يعاني القرادة والبرغوث. مرحبا. شكرا فيتو. البيتزا متوفرة للجميع. أريد بيبروني، أريد بيبروني. لا، لم أعد أتحمل أبدا. بيتزا، حفلات قرب المسبح، أين كانت حين كنت هناك؟ هاي، أتمانع؟ نحاول مشاهدة فيلم. أتصدق؟ أعيد إنتاج كونغ فو كريتشرز أون ذا رامبج بنسخة ثلاثية الأبعاد. غارفيلد، عد إلى هنا وأحضر هذا الكلب معك الآن. ما الأمر الآن؟ أتريد المبادلة؟ والسكن في المنزل الرائع مع كل ذلك الطعام؟ مكب النفايات؟ مستحيل. أودي، تأخرنا على دور البولينج. هيا اخرج، سلة المهملات لي أنا، اخرجا منها. يا للوقحين، يسرقان منزل الآخرين.
هاي شاهد هذا، سأغطسك البجعة في مسبحي الجديد. هاي من استنفذ المياه من مسبحي؟ أين هو مسبحي؟ أين ممر البولينج؟ وشاشة البلازما؟ لا أريد مشاهدة كونكو بيتش الاختلاف في نسخة ثلاثية الأبعاد. أين ذهب الجميع؟ هاي عودوا، ما زال الوقت مبكرا، لم تنتهي الحفلة، لدينا بيتزا. عدنا إلى منزلنا أودي، لقد انتهت كل مشاكلنا. حسناً، ربما ليس كلها. عدت يا صديقي، ألغيت رحلتي ولن أذهب إلى غارفيلد. أودي، ماذا فعلتما بالمنزل؟ لم نفعل ذلك. غبت لثلاث ساعات وعدت لأرى كارثة. هذا المكان يشبه سلة مهملات. سأشرح لك هذا إذا تمكنت من الكلام، لكن لم... لا تستحقان العيش في هذا المنزل بسبب معاملتكما له، إنه فوضوي جداً. هل تشعر بالراحة أودي؟ نعم، أنا أيضاً. سينسى جون بعد بضع ساعات أو أيام أو سنوات. ما هذا؟ لا أعرف، لوحة منزلقة أو باب أو ما شابه. ادفعه. الجو جميل جدا هنا، والموسيقى راقصة، سنستمتع كثيرا. ما الذي تنتظرانه يا أصحاب؟ سيبدأ الفيلم. امضغ هذه بينما تشاهدان كونغ فو كريتشرز أون ذا رامبيج بنسخة ثلاثية الأبعاد. ثلاثية الأبعاد؟ قد يحالفنا الحظ ولا يعيدنا جون. إنه أمر رائع، إنه أفضل ظرف. أوه، حان وقت عرض الألعاب النارية يا أصحاب.